أهلا وسهلا إخواني، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد المشكل كيوقعوا فيه بزاف تاع الناس، سيرتو ملي كيركبوا الطاقم تاع الأسنان، وهذاك الطاقم ما كيدومش ليهم واحد المدة زمنية، يعني الله كيدوزو واحد الفترة قليلة ومن بعد كيقدروا يعاودوا طاقم جديد، سواء طاقم كامل يعني طاقم الفك العلوي والفك السفلي، او طاقم جزئي يعني اباراي. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش تحافظ عليه واحد المده طويله اذا تبعتي هذه المراحل. دونك اول شيء الفم ديالك، الطاقم ديالك خاص ديما تشد واحد الفرشات، وهذيك الفرشات تكون ناعمه، تكون رطبه، وتحاول تنظفه مزيان، وتنظفه في واحد لو بول يكون الماء فيها دافئ، حيث النظافه هي اللي كتخلي الفم ديما نقي. كيف قلت لكم الطاقم ديالكم سواء طاقم كامل او طاقم جزئي تحاولوا تنظفوه مزيان، ملي تساليو الماكلة ديالكم تحاول تغسلو مزيان بالماء، يكون الماء دافي من اللور من قدام، يعني من هنايا من هنا، وتحاول تستعمل واحد الفرشاة تكون فرشاة تكون رطبة بزاف، حيت هذيك الفرشاة إلا خدمتي شي فرشاة تكون قاصحة كتحاول كتقب ليك هنايا، هنا مع الوقت كيبدا يتقب ليك هنايا، دونك خصها تكون فرشات ناعمة رطبة، سواء في لاباراي توتال يعني كامل فوق لتحت، سواء في يعني طاقم جزئي. ثاني حاجة، كاين بعض الناس والله يهديهم كيشدو طاقم الفم ديالهم وكيديروه في جافيل وكيخليه واحد الفترة، راه لا غيزين راه حتى هي حيه، يعني ملي كدير ليها جافيل ولا كدير ليها شي نوع اخر من لي ديتيرجون، مع الوقت كتولي فراجي. كي قلت لكم كاين بعض الناس وبعض الاخوه وكيشدوا التوتال ديالهم هذاك الفوم ديالهم وكيحطوه في لو جافيل، لو جافيل ولا البيكربونات ولا الخل ولا الانواع اللي بحال هكا راه ما خداماش باش نقي الفوم ديالك، حيت ملي كديرها هذاك الفوم كيولي فراجيل، يعني كيولي قابل للكسر، يعني غير تحطو ولا تلوحو في شي بلاصه كي دغيا كيتهرس. دونك نحاول نتبع الحوايج اللي تجعل لي هذاك الفوم ديالي يبقى يدوم لي واحد المده طويله، ما نديرش ليه جافيل، ما نديرش ليه بيكربونات، ما نديرش ليه هذا حقا كيحيد الصفوريه كيحيد هذا. اسيدي نشد المدافي ونشد دونتيفريس ونشد فرشاه تكون رطبه ونحك الفم ديالي. دونك الا تبعتوا هذا الشيء هذاك الفم غادي يدوم لكم واحد الفتره طويله، وتا الرائحه في الفم ما غتبقاش عندكم، يعني غتحس واحد الانتعاش في الفم ديالك، حتى الهضره مع الناس ما غاديش تبقى تحشم يعني حقا راه الريحه كتخرج ليا من فمي. في الوقت تاع النعاس ملي تبغيو تنعسو كذلك حاول تشد الفم ديالك وتغسلو مزيان من الماكله، تنقيه مزيان وتحطو في واحد البول واحد الكاس تاع هذا، ودير فيه اقراص ديال اونتي باكتيري راه كتباع في الفارماسيان. دونك ملي كتخليها واحد المده ديال 6 سوايع 7 سوايع هذاك الفم ما كيبقاش فيه لي باكتيري، حيت لي باكتيري هي اللي كتعطي الرائحه في الفم وكتثقب لك الفم، انت ما كتردش ليها البال، ولكن غادي نشرح لكم بعض الخطرات كتلقى واحد الطبقه بيضاء هنايا في الفم ديالك، فهمتي؟ دونك الا كنتي كتبع هذا الشيء هذا ما غتبقاش عندك هذه الطبقه هذه، يعني ملي الفم ملي كتخليه ما كتنظفوش ولا هذا ما كديرش ليه بحال الانواع تاع الخدمه وتاع النظافه ما غتلقاش هاد الطبقه بيضاء، وبهذه الحاله هذه غادي تكسب الفم ديالك واحد الفتره طويله.
كذلك في الليل ملي ضروري تحيد الفم ديالك حتى الدم كيحاول يطلع لك في العظم ديال الفم ديالك باش حتى هو كيرتاح، فهمتي؟ وملي كيبقى الفم مركبو في الفم ديالك بالليل، هذوك لي باكتيري عاد كيخدموا من جديد، كيبقاو الظلام كيبقاو خدامين. دونك اسيدي نحيدو انايا في الليل ونحطو ونقيه ونحطو حدايا، ما نخليهش في الفم ديالي، حيت ملي كتنوض مع الصباح وكتكون مخلي الفم ديالك هذاك تشوف واحد الريحه كريهه، دونك نحيدو ونخليه حدايا، ندير ليه اقراص ديال اونتي باكتيري. دونك الى تبعتوا هذه الخطوات هذه تبعتوها مزيان على يقين غادي تكسبوا الفم واحد المده طويله، سواء فم كامل ولا لي زاباراي يعني طقم جزئي. عندي واحد لاشين الثانيه سميتها نور الدين فلوغ، حاولوا تدخلوا عندها وتابوناو فيها وتحركوها حتى هي. دونك حاولوا تتبعوا هاد النصائح اللي عطيتكم وتبعوهم بطريقه صحيحه، وان شاء الله غادي تكسبوا الفم ديالكم. واي تعليق حاولوا تتبعوا هاد المراحل ديال كيفاش تحافظ على الطاقم ديالك باش يدوم لك واحد المده اطول، حيت كاين بعض الناس يلاه كيضارب مع الوقت باش كيصاوب الفم، كاين بعض الناس ما كيكونش عندهم مشاكل باش يصاوبوا الفم. دونك حاولوا تردوا البال للطاقم ديالكم، تهلاو فيه بالنظافه، ما ديروش ليه جافيل، ما ديروش ليه البيكربونات باش يدوم لكم واحد المده طويله. كيقول لك حقا كيحيد الصفوريه كيحيد الكحوليه من الفم. الا تبعتي هذه الخطوات ونظفتيه بطريقه صحيحه كون على يقين الريحه ما غتبقاش لك في الفم، الوقت اللي غتهضر مع الناس ما غتحسش بواحد الاحراج وانت كتهضر مع الناس، غتحس براسك بوزيتيف يعني ايجابي، ماشي انت كتهضر وحشمان يعني عادي. غيطلب الوقت شحال 10 دقائق 15 دقيقه، نعطيها سيدي انا 20 دقيقه وبالخاطر وهذا وننظفوا كاع 15 دقيقه وننظفوا على خاطره باش تهلا في الفم ديالك. نتمنى هاد النصائح هذه تقوموا بها وتعتنيوا بالطاقم ديالكم، سواء طاقم كامل سواء طاقم جزئي. اللي دخل جديد يحاول يتابونا وطلب صغير، حاولوا تدخلوا لاشين تانية راني كنحطها في العنوان نور الدين فلوغ باش حتى هي تحرك شويه وتاكتيف شويه، كنحط فيها بعض الفلوغات. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وهذه النصائح هادو تتبعوهم، واي حاجه طاحت لكم في البال انا معكم. تحياتي واحبكم في الله، وشكرا على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات ديالكم الزوينه والايجابيه اللي كتخليني انا ايجابي، يعني انا كان اي حاجه كنبغي نعطيها بواحد قلب مفتوح وفرحان كنعطيها لكم، هذا يعني شرف كبير ليا والمتتبعين ديالي. كنشكركم واحبكم في الله اخواني اخواتي، دمتم في رعايه الله والى فيديو جديد ان شاء الله. واي حاجه بغيتوها حطوها لي في التعليق وانا معكم، سواء تعرفها سواء غادي نقلب عليها في بلاصه اخرى. شكرا لكم ومع السلامه.